جبت المصاري؟ ايه ليكن معي. طيب هاتون خلصني. بس يا معلم اسمعني، هلا هدول الجماعة مضمونين، هدول المصاري مستقبل ابني احمد وما بدي اياه يخسرون. لك شو صار لك؟ مفكرهم متعطلين على مصاريك؟ الناس عم يحطوا اضعاف هذا المبلغ. ليك ماجد اذا خايف على مصاريك روح شوف حدا تاني، انا ما عندي مشكلة للمرة. خلص تمام مسيك. شوف شو رأيك هلا بعطيك النص ولنشوف شو بيصير بعدين. بس هذا المبلغ ما راح يعمل لك شيء. خلص فهمنا، خود هدول 25,000 وبكرة بيكونوا زادوا 1,000 مربحون، ما هيك؟ ايه طبعا، يلا بشوفك. أهلين، إذا اشتغلوا المصاري كل يوم رح يزيدوا شوي ورح يصيروا أضعاف، وهيك رح ألعب بالمصاري لعب. شو؟ مو لابقلي الأحمر؟ لا مو لابقلك بنوب، لأنه هيك لبس مو ضابط للشغل. ليش ما بتسمعي الكلمة؟ قلتلك هون مكان شغل وانتي المفروض ما تنسي. شبكي؟ كل يلي عم يشتغلوا هون بالشركة هيك عم يلبسوا. بنتي نحنا ما دخلنا ولازم نحترم المكان يلي عم نشتغل فيه. شو دخل اللبس بالاحترام؟ وبعدين سامي ما عنده اي مشكلة. اول شي ما بتقولي سامي، بتقولي الاستاذ سامي. وتاني شي المسؤول عن هالشركة هو السيد احمد تونجا. أهلين أستاذ أحمد. أهلين نورا. بدي أتشكرك من كل قلبي، طول عمرك غامرنا بكرمك وخيرك وهلأ جبرت بخاطر بنتي. عفوا. الأستاذ سامي عرض علي أشتغل عندكم، وطبعا أنا بيشرفني هذا الشغل. عن جد؟ ليش هو مو مخبر حضرتك؟ يا الله لو بعرف ما كنت سمحت له تداوم بالشركة بالمرة. بصراحة هو ما خبرني، بس يلي عمله منيح، لأنه من زمان نحن مفكرين من شان نجيب لك وحدة تساعدك بالشغل، وأكيد ما رح نلاقي وحدة شاطرة مثل صفاء. مبروك يا بنتي. شكرا لك. لو سمحت عمو، ها؟ في شي أخبار عن سوزان؟ ما بعرف حدا بهالاسم. ليش سألتي؟ مانك شايفة حالته؟ أمي نسيانة إنه سوزان رفيقتي وأنا مشغول بالي عليها. لك خرسي بنتي، أنت هلأ بالشغل وعم تحكي مع صاحبه، ما بصير تسألي أسئلة خاصة. يلا روحي ساوي له قهوة. حاضر. أهلا وسهلا سامي. مرحبا بابا، كيف صحتك؟ ماشي الحال الحمد لله. في موضوع ضروري بدي حاكيك فيه. خير احكي. بخصوص سوزان. سامي إذا في عندك شي تاني تحكي قوله بدون سيرتون. بابا بالأول اسمع شو بدي إلك وبعدين قرر. طالما الشغلة صار فيها لف ودوران فورا بتحملي حالك وتروحي على البيت. لك أنت شو عم تقولي أمي؟ آه بنتي هلأ روحي على بيتك وبعد ما يهدى الوضع دغري بتخليه يندم على الشي اللي عمله معك. بس أنا إذا بدي أرجع على البيت بنسى الماضي وبفتح صفحة جديدة، صفحة جديدة، عم تفهمي؟ شو طلعتي فهماني والله يا خسارة. كنت مستنية لحتى تهدى شوي وبعدين بحكي لها عن ماضية، بس شاهيناز راحت حكت لها كل شي وخلتها للبنت تنهار. امنا اسعفناها. ما بدك تحكي شي بابا؟ لا سعيد ولا حتى سوزان بيهمني شوفوا شو مرة تانية، خليهم يدفعوا تمن عملتهم الناقصة، بيستاهلوا يصير فيهم أكتر من هيك. لسه من جنانهم، شوف شو صار، واحد بالسجن والتاني مرمية بالمستشفى. بابا سوزان ما غلطت بنوب بحقكم، سعيد هو اللي خلاها للبنت المسكينة. اصحك تحاول تدافع عنها سامي، اصحك. إذا ما كانت بتحبه لخليل ليش لا توافق عليه بالأساس؟ هي إجت وقالت بدها إياه، وحتى نصحناها أن ما تستعجل بهذا القرار وتاخد وقتها بالتفكير، وما رضيت وأصرت وركبت راسها إلا تاخده، وبيوم عرسها راحت هربت مع سعيد. سعيد لعب لها بعقلها وخلاها تعمل هيك. ما شفته ما هيك سامي؟ مين قصدك سعيد؟ لا ما شفته، بس إذا بدك هلأ فورا بروح بشوفه. لا كل واحد بيقلع شوكه بإيده، وسوزان شو ما عملت بتضل بنت أخي، بس من اليوم ورايح لا بدي أشوف وشها ولا عاد بدي أسمع صوتها بنوب. هاي مو هيك بتنعمل، أول شي بدك ترصى منيح من تحت، عم تفهم؟ بس
المعلم هيك بده. انسالي معلمك وبتعمل مثل ما بقول لك. الو سيد سامي، لا تواخذني بس في شغله مهمه. شو القصه خير الدين؟ في مشاكل بالشغل؟ اذا فيك تيجي لانه السيد خليل هون. تمام، انا بالشركه وبطريقي لعندكم. ما بفكر بكل الكلام يلي قلته. خليل. اوه اجا سبايدر مان، شو انقذتها لسوزان؟ اطلع لبرا. انت شو جاي تعمل هنا؟ لك روق سامي، انا جاي مشان ساعدك شباب. خلاص انا عندي علم بكل تخبيصاتك، فهمان؟ عم بتحاولوا تدمروا حياتنا كلنا، سوزان ومرتي واخي وابي وكل حدا بخص عائلتنا. ولحتى تكمل لعبتك الوسخه رحت اتفقت مع فياض. برافو والله، معناتها انت عارفان كل شيء عم بعمله. انا بشو اذيتك من قبل؟ شو بدك مني؟ ولك قلي شو بدك؟ فهمني ليش عم بتحاول تاذيني؟ قول. اذا انت مانك متذكر شو مساوي، معناتها انا ما رح احكي شيء يا سامي. اسمعني منيح، بدي اياك تبعد عن حياتي فورا وعن عائلتي، عم تفهمني؟ وما بنصحك انك تلعب معي نهائيا، مفهوم؟ ها اول ما يخلصوا الشباب من خبرك ورح توصل البضاعه لعندك. يلا شو هالحكي؟ يعني ما عم تتذكر شي بنوب؟ لا حبيبتي مو لهالدرجة، متذكرة اللي صار لوقت وفاة أبوه الله يرحمه والباقي نسيانته، وما عم تتذكر جاية اسطنبول. يا بنات قيمونا من هالسيرة، قوموا خلينا نطلع يا دوبنا نلحق، مشوارنا طويل. يلا خير ومين؟ إن شاء الله. لوين رايحين؟ رايحين على المشفى أنا وأختك، لأنه بدنا نزورها لسوزان. اسمعي بنتي، بتعامليها لهالبنت منيح لأنه جوزك بده هيك. يعني ما بتعرفوا توطوا صوتكم شوي؟ ما صدقتنا من الولد، هلا بفيق. اسمعوا لا، صوتنا نحنا ما بيوطى، ايه؟ وإذا مو عاجبك هذا الشيء روح انقبر ببيت تاني. عأساس أنت كتير همك ابنك مو هيك؟ لو همك كنت أخذت إجازة وقعدت معه، مو شاطر غير بالحكي. أنا بعرف كيف أصرف على ابني، والرجال الحقيقي بيعرف يطلع مصاري هو ببيته. صحيح شهيناز، على سيرة الرجال تذكرت شغلة، اليوم بالورشة إجا جوزك وعمل مشكلة يا لطيف. سامي عمل هيك؟ ليش شو صار؟ كان معصب. اسمعي، اجا خليل على الورشه وكان عم يعمل علينا معلم، واجا سامي وطلعوا لبرا ومسكوا من جاكيته وقال له ليك ولا تاني مره اذا بتقرب على حدا من عيلتي بطلع بروحك، فهمان؟ ايه اسمعي اسمعي يا بنتي. وبهديك اللحظه لونه لخليل تغير وما عرف شو بده يحكي. لك شو القصه؟ يا ترى شو بقول ايش هيك عمل؟ ايه شو هالسؤال يا شاهين؟ الله يطعم كل بنت رجال مثل هاد، لأنه هذا يلي اسمه زلمة رجال بكل معنى الكلمة، الله يحميه. طالما أنت أخذت إذن ليش رحت على الشغل؟ هلا وقت أسئلتك أنت الثانية قليلة. ماجد أنت متأكد قال له عيلتي؟ يعني بتكون سمعت غلط. يعني احتمال كون ما سمعته صح، قال له ما بتقرب على مرتي. شايفتيني ما بفهم؟ عمل لك سمعته. سمعتي شو قال يا بنتي؟ والله السامي بموت عليك. أنا قايمة أحكي مع سامي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.